دكتور طاهر مختار، عضو اللجنة العامة لإدراب الأطباء، أطباء وصيادلة وأطباء أسنان مصر بدأوا إدراب مفتوح عن العمل من يوم 8 مارس 2014. الإدراب بتاعهم هو إدراب جزئي، ما بيشملش الطوارئ ولا العناية المركزة ولا الحالات الحرجة ولا الحضانات. بمعنى أصح، الدكاترة بيخلوا المستشفى في حالة يوم الجمعة وفي حالة العطلات الرسمية. الإضراب المطالب بتاعته هما 3 مطالب رئيسية. المطلب الأول هو كادر الفريق الطبي، وهو كادر مالي وإداري بيحسن الأحوال المعيشية لأعضاء الفريق الطبي، وفي نفس الوقت بينظم العمل بالنسبة ليهم. المطلب الثالث هو رفع ميزانية الصحة لحد أدنى 15% من الموازنة العامة للدولة. والمطلب ده بالذات عشان تحسين احوال منظومه الصحه، ما يخفاش على حد قد ايه منظومه الصحه هي منظومه فاسده وخربانه، ما يخفاش على حد قد ايه مستشفيات الحكومه هي خرابات اكتر منها مستشفيات، وتحولت لاماكن للموت اكتر منها اماكن للعلاج. المطلب الثالث هو مطلب تامين المستشفيات، واحنا كاطباء عارفين ان الاعتداءات المتكرره على المستشفيات بتحصل من الاهالي، مش في الغالب لانهم بلطجيه، لا بيحصل في الغالب لانهم ما بيلاقوش خدمه صحيه لائقه. بتيجي الحالات بتكون محتاجه تدخل عاجل او تدخل سريع. للاسف الاهالي اللي هم في الاخر اهالينا ما بيلاقوش الخدمه اللي ممكن تساعدنا ان احنا ننقذ حياه المرضى اللي معاهم او المصابين اللي معاهم، ففي الغالب نتيجه الاعتداءات بتحصل عليهم. فعشان كده احنا بنطالب بحل سريع، ان هو تزويد تأمين المستشفيات، وفي نفس الوقت المشكلة دي مش هتتحل بشكل جذري غير من خلال تحسين الخدمات الصحية من خلال رفع ميزانية الصحة. نسبة الإضراب خلال الأسبوع الأول كانت بتتراوح في حدود 80%. كان في محافظات نسبة الإضراب فيها عالية زي محافظة بورسعيد اللي كانت بتعدي 90% معظم الأيام، وفي محافظات كانت متوسطة زي محافظة القاهرة ومحافظة اسكندرية. الحاجة الجميلة إن محافظات الصعيد معظمها كانت مشاركة معانا في الإضراب بقوة. أقل نسب كانت في المحافظات الحدودية زي مطروح وسيناء. الأطباء والصيادلة والأسنان مصرين إن هم يكملوا الإضراب لغاية ما يحققوا مطالبهم. هم شايفين إن المطالب دي هي مطالب لا غنى عنها لتحسين منظومة الصحة وتحسين أحوالهم المعيشية، غير ان هم شايفين ان هم لهم حق ان هم اجورهم تتحسن وظروفهم تتحسن. هم شايفين ان من واجبهم بل ان من دورهم ان هم يكون ليهم دور في تحسين منظومه الصحه. عشان كده الاضراب بتاعنا هو بمثابه صرخه بتقول يا مسؤولين يا نظام يا دوله يا حكومه يا وزاره، احنا الاطباء مش مسؤولين عن الناس اللي بتموت في المستشفيات وعن اهالينا اللي بيتعانوا، لا الدوله هي اللي مسؤوله عن كده، واحنا اضربنا عشان يحسن ده. كل الاطباء والصيادله واطباء الاسنان واي عامل في الصحه عارف قد ايه حال المستشفيات، ان هي مش بتقدم خدمه صحيه مناسبه للمواطنين، بل في نفس الوقت بتكون سبب في حالات كتيره من حالات الوفاه لعدم تمكن الطاقم الطبي من التدخل بشكل فعال في الحالات الحرجه. عشان كده احنا عملنا الاضراب، ولكن للاسف بيقف قدامنا بعض المسؤولين في المستشفيات زي مديرين المستشفيات، وفي نفس الوقت وكلاء الوزاره اللي بيتعففوا ضد الاطباء المضربين، ودول تلاقيهم دول مستفيدين من الوضع الحالي بتاع منظومه الصحه الفاسد من خلال الصناديق الخاصه اللي بيدخل فيها الفلوس اللي بيدفعها المواطنين عشان ياخدوا الخدمه الصحيه. ديت الصناديق الخاصه دي مديرين المستشفيات بيوزعوها بحيث ان هم ياخدوا النص الجزء والنصيب الاكبر منها هم وكلاء الوزاره، وده بيكون على حساب العاملين في المستشفيات وعلى حساب المواطن اللي بيدفع ثمن الخدمه وفي الاخر ما بياخدش الخدمه اللائقه او الخدمه المناسبه ليه. وفي نفس الوقت المستفيد الثاني من فساد منظومه الصحه هم اصحاب المستشفيات الخاصه. اصحاب المستشفيات الخاصه بيستفادوا من فساد منظومه الصحه بشقين، الشق الاولاني من خلال مستشفيات الصحه حالتها سيئه جدا، فالمرضى بتضطر تروح تكشف عندهم في مستشفياتهم الخاصه، وفي نفس الوقت الجانب الثاني اللي بيستفادوا فيه من فساد منظومه الصحه ومن خلال ضعف اجور الطاقم الطبي في المستشفيات، فبيضطر الطاقم الطبي يشتغل عندهم في مستشفياتهم الخاصه بعد ما يخلص شغلهم في مستشفيات الحكومه وبيشتغلوا باجر زهيد، فبالتالي بيستفاد اصحاب المستشفيات الخاصه والاستثماريه بشكل كبير جدا من فساد منظومه الصحه، ولعل هم اكتر ناس بتحارب عشان تفضل منظومه الصحه بشكلها الحالي ووضعها الحالي. تمام. وكان من ابرز الناس اللي ساهمت في افساد منظومه الصحه كان وزير صحه مبارك، اخر وزير صحه مبارك اللي هو كان حاتم الجبلي، اللي هو كان صاحب مستشفى دار الفؤاد.
في النهايه احنا بناكد ان اضرابنا الجزئي هو اضراب مفتوح ومستمر حتى تحقيق مطالبنا اللي احنا مش هنتنازل عنها عشان تحسين احوالنا وعشان المريض المصري والمواطن الغلبان اللي مش بيلاقي خدمه صحيه لائقه بيه.